بيعتبر إهانة لشخصية الرجل سواء بال 1900 ولا بال 2023. من لحظة نشر البوسترات الرسمية لشخصيات مسلسل مربى العز، بلش الجمهور يتداولن على السوشيال ميديا ويخمنوا مين الممثلين الحقيقيين ورا هاي الكاركترات. هو الحقيقة علي معين الصالح يعني موهوب جدا بكتابة شخصيات خاصة غير نمطية، وهذا كان رهاننا بمربى العز. حاولنا يكون في إبهار بالصورة، حاولنا نفرجي البيوت الشامية قديش جميلة حتى لو فقيرة، قديش إلى ريحة خاصة هيك الناس لما تتفرج تقول يا ما أحلاها الشام، حتى وهي حزينة حتى وهي فقيرة، حتى بالفترة يعني هذيك الفترات كانت بتعرفي فترة السفر بارلك، وكان في يعني بعض الوجع وبعض الجروع، وإلا أنه كان فيها البيوت اللي نحن هلأ عم نصور فيها فعلا. من المعروف عن المخرجة رشا شربتجي أنها بتقدم وجوه جديدة بمسلسلاتها، ومربى العز كان رهانة الأكبر على الأطفال بأدوار أساسية، فكيف كان التعاون معهم بالكواليس؟ هلأ طبعاً لما بيكونوا هيك أطفال وبيشتغلوا هالعدد من الساعات وبالبرد وبالمطر وبلبس وتعتير وسفر بعيد كتير عن الشام أقل لوكيشن ساعة، فأكيد بدك تعطيهم دفع بعاد عن أهليهم. اللي بتشكر كل أهالي الأطفال اللي وثقوا فينا وأمنوا بولادهم بين إيدينا، أكيد أكيد هن ولادي، ممكن أنا ما جبت ولاد بس أنا بحس كل الموجودين باللوكيشن من كبيرهم لصغيرهم ولادي، وهي نعمة من عند الله. ومثل ما في أشياء إيجابية كمان في انتقادات، فالبعض علق على فكرة تكرار تواجد نفس الممثلين بأعمال رشا. يعني في كيمياء بين بعض الفنانين وبين المخرج، لا شك هي الكيمياء بتعمل نتاج صحي وبتعمل منتج حلو، بس أنا أبداً ما عم فكر إنه ممكن يكون في حدا عليه مثلاً بلوك، أو أنا الحمد لله علاقتي بالجميع ممتازة، وبتمنى هيك أعمل عمل أجمع فيه كل نجوم الدراما السورية لأرفع راسي فيهم. واحدة من الانتقادات كانت تشعب العمل بخطوط كتيرة وقصص وشخصيات جانبية عملت حالة من التشتت. أنا مع لعبة أنه يكون المشاهد شريك يخمن ويفكر ويتابعنا وينطر ويحلل ويربط ويستنتج ببعض الأحيان، للقدر اللي ما يهرب قدرنا نحقق هاي المعادلة. أما بمسلسل حارة الإبة، من أكثر الأشياء يلي لفتت انتباه الجمهور هو مشهد مكياج طبنجة، ويلي شبهه البعض بمشهد أبو نبال بمسلسل الولادة من الخاصرة. قسما بالله أنا أدالك. طبعا للكاتب الرائع أسامة كوكش الشريك الجميل، هو والله كاتب وأنا، بس هو تشابه أنه بزمنين مختلفين وصار هذا الفعل اللي هو بيعتبر إهانة لشخصية الرجل سواء بال 1900 ولا بال 2023. فيعني كمان بقدم له التحية، حارة الإب الجزء الثالث كمان من الأعمال العزيزة كتير على قلبي، وإن شاء الله هيك لبعد رمضان ينشاف أكتر والناس تحبه أكتر، وأكيد بيسعدني التعاون مع الأستاذ أسامة أكيد.